عليه السكينة والوقار. قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم المساجد فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وعند الذهاب إلى المسجد يلبس المؤمن أفضل ثيابه وأحسنها وأنظفها وأطيبها، مستحضراً أنه زائر الله، عاملاً بقوله جل في علاه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فما بال أقوام يأتون إلى المسجد بملابس غير لائقة أو تحمل رائحة منفرة تؤذي المصلين والملائكة الكاتبين. أما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم؟ ومن تعظيم المساجد وتوقيرها أن يقول المرء عند دخولها: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وأن يحافظ على تحيتها كلما دخلها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، ويحافظ المصلي على جمال المساجد وبهائها وحسن مظهرها، ويحرص على دوام نظافتها. فقد كانت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تنظف المسجد، فثمن عليه الصلاة والسلام فعلها وصلى عليها. وإن خفض الصوت في المساجد من الآداب الراقية والسلوكيات المرضية، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يجهرون بالقراءة فقال: ألا إن كلكم مناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، فما بالكم بمن يرفع صوته باللغو؟ ألم يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المساجد: إنما هي ذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن؟ أولم يبلغه قول سيدنا عمر رضي الله عنه برجل رفع صوته في المسجد: أتدري أين أنت؟ فاحرصوا يا من تعظمون حرمات المساجد على استثمار وجودكم في بيوت ربكم بالإكثار من ذكر خالقكم وترك الانشغال بهواتفكم. لا تستعجلوا في الخروج من المسجد بعد الانتهاء من صلاتكم. ألا تحبون أن تصلي الملائكة عليكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاها الذي صلى فيه ما لم يحدث. تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فاللهم اغفر لنا وارحمنا بفضلك، ووفقنا للقول بعملك، للعمل بقولك. يا
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.